اليوم جينا نوقفوا واحد النظمه احتجاجيه سلميه امام القنصليه الايطاليه. احنا جمعيه ديال النقل الدولي كنعانيو بزاف من هذا القطاع. الناس مبغاوش يعطيونا الفيزات، شادين لنا الباسبورات ديالنا. كاين شي فور اللي شاد ليه الباسبور ديالو 6 شهور، كاين اللي شادينو ليه عام كيدفع الدوسي ديالو، كاين اللي واخد 2000 3000 درهم باش كياخذوا الدواسه، ما كيرجعوا لينا والو. الباسبورات ديالنا عندهم ما كيرجعوا لنا حتى شي حاجه. القطاع ديالنا كيعاني لواحد الدرجه اللي بزاف. الاضرار عامين ما خدامينش، حتى شي كارما ديما راه عامين دابا، حتى شي كارما ديما راه عامين دابا خويا. اش غنقول لك، راه من خسائر بالملايين والملايير. راه كنقول لك راه شي حاجه اللي كارثيه بزاف. راه كاين راه كثر الشركه ديالنا راه مخدمه كثر من 40 واحد ولا 50 واحد، كلشي كيعاني، حتى شي واحد ما كيتخلص، حتى شي واحد ما كان. راه حاله كارثيه اخويا. شحال انتم واقفين اخويا تقريبا؟ حنا راه واقفين عامين دابا من من مني بدات كورونا، حتى شي كارما ديمارا. شنو هما الاجراءات اللي درتو؟ جيتو جينا بلغنا دفعنا الدوسيات ديالنا. كاين شي فور اللي دافع ثلاثه المرات، دافع اربعه، كل دوسي ب 2000 3000 درهم. ما رجعوا، ما كيرجعوا لا فلوس لا والو. وانت راك عارف اللي كيتلي فيه هذا الدوسي ما كيجاوب، ما كيجاوبوكش كاع، ما كيجاوبوكش كاع. كتبقى حتى كيقول لك خويا جي خذ الباسبور ديالك الا بغيتي تجي تاخذو. هذا الشيء اللي كيخسروا عليك. كنقول لك راه كنقول لك راه كاين اكثر من 1000 باسبور اللي عندهم. راه المشكل هي هاد الفلوس هادي ما كيرجعوهاش. راه بنادم ما عندوش، راه بنادم كيموت اصاحبي. هاد المشاكل كاين، راه بنادم كيموت. كاين الطلب، الطلب كاين. القنصليات اللي دايرين هاد المشكل هذا. حنا عندنا المشكل حاليا مع القنصليه، وكنترجاو من ناصر بوريطة وزير الخارجيه ديالنا يدير لنا شي حل. هاد الشيء اللي غنقول لكم، والسلام عليكم الاخوان. شكرا. نعم، دابا عامين، المده ديال سنتين، حتى شي واحد ما خدم، حتى شي كارما ديمارا. الباترونات الله يحسن العوان ديالهم غارقين كريديات، ما كتقدرش تهضر. حتى العامل ما كيقدرش يهضر. عطوكم الرخص؟ ما الرخص ديالاش؟ الرخص ديال عطوكم الرخص ديال النقل، ولكن كاين الرخص، كاين كلشي، ولكن اللي غادي يسوق هذا الكار هذا باش يوصل هذا لي فواياجور ولا شي حاجه، راه ما كاينش هذا الشيء كاع. راه حتى شي كار ما ديمارا عامين دابا، راه الناس كتعاني كتموت. اقسم بالله على شي فور لا شفتو هذه السيمانه كيبكي بنفسي. كيبكي 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 كيبكي، قسما بكي. يقول لك ما عنديش ما ندخل لولادي. راه عرفتي ملي كتوصل للدرجه هذه، راه صافي، راه خاصنا نتعدموا من هذه البلاد. تشردنا والله الا تشردنا. راه بنادم راه عايش التشرد. شوف المسطره اللي كنديروا ديما من سنين هذه، كنجيو كندفعوا الدوسي ديالنا كومبلي، كناخذوا الفيزا. هاد العامين هادي ما بغاوش يعطيونا. دابا المده ديال العام كياخذ واحد فيزا وسط من 100. تكون كورونا هي شوف يا اختي، كورونا راه على العالم كامل. هذا وباء الله يحفظنا منه، الله يحفظ جميع المغاربه وجميع المسلمين، ولكن راه كنعانيو. راه ما كاينش اللي كيشوف في هذا القطاع هذا. ما كاينش اللي كيشوف في هذا القطاع هذا. ما كاين حتى شي مبرر. المشكل هو ما كتلاقى لا مع قنصل لا مع والو، ما كيعطيوك حتى شي تفسير. ما كاين حتى شي حاجه. الميثود ديال الدوسي اللي كندفعوها راه كندفعوها ديما. بنادم كلشي كياخذ الفيزا على سيمانه، 10 ايام كياخذ الفيزا. دابا راه كاين الدراري اللي دافع المده ديال العام، كنعرف شي فور دافع من شهر 11 ديال العام اللي فات، مازال ما عطاوه والو. ما راسلنا جميع الجهات راسلناهم ولا جواب. ما كاين حتى شي جواب. راه كنقول لك راه كاين العدد ديال الناس اللي تشردوا. تقريبا بنادم تشرد راه باش. نعم تقريبا من الصائف. راه كنقول لك راه غير هما عندهم اكثر من 1000 دوسي اللي عندهم. راه ماشي، راه كنقول لك راه المتطلبات ديالنا يعطيونا غير الفيزا، هذا الشيء اللي بغينا. بنادم اللي دفع الدوسي ديالو يعطيوه الفيزا ولا يجاوبوه. هادشي ويرجعوا لنا الفلوس ديال الناس اللي غيفيزاو لهم الفيزا، يرجعوا ليه الفلوس ديالو. حنا بعدا بغينا نعرفوا هاد الفلوس فين مشات. اول حاجه نعرفوا هاد الفلوس ديال هاد لي فري ديال الفيزا كيتعطى الفلوس، والا ما تقبلش. راه متفق معاك، ولكن متفق معاك هادي مني كيرجعوا لك، مني الفلوس ما كترجعش، راه كتشوف بان بنادم اخر خد. راه مني كدور وكتلقى 1000 واحد دافع وحتى شي واحد ما عاطينو الفيزا، راه خاصنا نعرفوا الاسباب علاش، شنو المشكل اللي كاين. حنا اليوم جينا للقنصليه ديال الطاليان، البارح كنا في القنصليه ديال فرنسا. حنا شيافر مهنيين كنديروا لانترناسيونال. حنا عامين دابا، حنا مضرورين.
عامين وحنا باركين. كان سيدنا عطانا الدعم ديال 2000 درهم. واش 2000 درهم غادا تخلص الكرا، غادا تخلص الموضه، وغادا تخلص عينا؟ كنمشيو عند الباترونات كيقول لك سير دفع. ملي كنمشيو ندفعو الدوزي كنخلصو عليه تقريبا واحد 2000 درهم، كدوز 15 يوم كيبلوكي. واش هذا الباترون هذا اللي مخرج كار 200 مليون 300 مليون وعنده تريسه تابعة الكرا تابعو بزاف الحوايج، ملي كتوقف عند الباترون كتقول له اش غادي نديرو، كيقول لك ما عندي ما ندير لك. حنا البارح مشينا للقنصليه ديال فرنسا وصلوا الميساج، اليوم جينا هنا للقنصليه ديال الطاليان حبسونا الشرطه من المعقول ديالهم يحبسونا. حنا دابا كنلتمسوا من هاد المسؤولين هادو الله يجازيهم بخير يديروا معنا حل، حيت حنا عينا هذا الله. دابا انتوا شنو هو الضرر اللي لحقكم؟ الضرر حنا الضرر اللي لحقنا، حنا بركنا الارض، حنا الحرفه ديالنا وهي الشيفور. ما بقيناش كنتخلصوا الدعم، حبسوه. الباترونات كتقول لهم اش كيفاش نديروا، كيقول لك سير دعينا حتى من السياحه حبسوها، حيت الباترونات هما الله يحسن العون. كاين اللي كاري لاجونس ب 20000 درهم، كاين اللي تابعات تريتا خصو كل شهر كيخصو يحط لا ميزو يحط لا 140 160 مليون، الكيرانه واقفين وخصو يوميا يديماري الكار. الكار كي اضعف ايمان في الكار، اضعف ايمان في الكار، نهار العيان كياكل 80000 فرانك، منه بنوات، منه الضريبه، منه لاسيرونس، منه بزاف د الحوايج. الا طلعت لك شي حاجه في الكار، كلات لك الخيوط ديال الضو، خاصك تدخلوا لا ميزون. اش غادي يدير هذا الكار هذا؟ كيبقى واقف عند غارديان، الغارديان يتخلص، الشمس كتاكل في الكار، وفين يمشيو هاد المغاربه هادو، هاد الشيافر هادو؟ والشيافر الواعرين هما اللي في المغرب. اش غادي يمشيو الباترونات يجيبوا اوروبيين؟ ما غاديش يخدموا لهم اوروبيين. هاد الباترونات هادو غادي يمشيو يموتوا يشعلوا العافيه في الكيران ديالهم؟ اش غادي يديروا؟ غدا وبعد غدا ما غاديش يخلصوا لا ميزو تيدخلهم الحبس. وهاد الشباب هذا اللي خدام مع الباترونات اش يدير؟ يموت. ولا اله الا الله محمد رسول الله. بدا الحوار مع القنصليه ايطاليا في الدار البيضاء، وطرحنا لهم المشاكل التي نعاني منها فيما يتعلق بالتاشيره. منذ اكثر من عام ونصف حبسوا التاشيره، علما باننا شركات مرخص لها قانونا من قبل السلطات المغربية والإسبانية، وعندنا شركاء إيطاليين. ما فهمناش وعلاش حبسوا علينا التأشيرة. تأشيرة عندك الرخصة وعندك كل شيء قانوني، ولكن ما عندكش باش التأشيرة باش تقدر تمشي في إسباس شنغن. السبب أعطيناهم مذكرة ورسالة وعدونا أنهم يدرسوها ويجاوبونا خلال يومين ان شاء الله يكون خير. احنا داكشي اللي بغينا حلول سلميه، حتى الوقفه ديالنا سلميه، هدف منها هو ان نحقق بالتالي ما يسعى اليه طبعا العاملون في مجال النقل الدولي للمسافرين والسلع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.